بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد وشرح التجويد للمبتدئين. أسأل الله جل وعلا أن يتم هذا البرنامج علينا وأن يمتعكم جميعا بالصحة والعافية، وشكرا على تعليقاتكم على الفيديو الماضي، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في الدنيا على هذا البرنامج الكريم. اللقاء الماضي الحمد لله احنا وصلنا الآن إلى الحلقة الـ50، وفي الفيديو الماضي تعرفنا على الآيات من الآية 22 إلى الآية 28. في هذا اللقاء بإذن الله سنتعلم الأحكام التجويدية في من الآية 29 إلى الآية 36، وقلنا أننا في سورة آل عمران مرتبطين بالدورة المقامة من أكاديمية قرآن منهج حياتي. أسأل الله جل وعلا أن يتم علينا سورة آل عمران كاملة تجويديا وتصحيح التلاوة فيها. قلنا في اللقاء الماضي أننا بإذن الله رب العالمين هذا اللقاء أيضا سيكون مراجعة عامة على الـ14 حكم اللي أخذناهم في بداية هذا البرنامج، وقلنا بأن الفيديوهات المرتبطة بهذه الأحكام هو الفيديو رقم 5 والفيديو رقم 13، وأنا سأضع في وصف الفيديو بإذن الله في وصف هذا الفيديو رابط للفيديو رقم 5 والفيديو رقم 13 لمن أراد أن اللي بيسمعني الأول مرة بإذن الله. نبدأ الآية 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة سنة والبسملة في أجزاء السور سنة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. قل القاف من حروف التفخيم السبعه خص ضغط تنقض. ان تخفوا النون هذه مخفاه، لن نتكلم على احكام النون الساكنه والتنوين. ان شاء الله الفيديو القادم هيكون بدايه تطبيق على الاحكام السبعه التي تلي الاحكام الـ14، يعني من 15 الـ21، وكنا قد تعرفنا عليها على أحكام النون الساكنة، فإن شاء الله سنتعرض لأحكام النون الساكنة ونطبق عليها من بداية الفيديو القادم، يعني هنفصل فيها شوي. تخفوا الخاء فيها تفخيم، فنقول تخفوا وليس تخفوا، تخفوا هذا خطأ، وتخفوا تفخيم الطاء خطأ. حروف التفخيم سبعة ليخص ضغط انقض، أي حرف غير ذلك مرقق ما عدا الراء لها حالات خاصة ولام اسم الجلالة الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم، صدوركم كل الكلمة مرققة ما عدا الايه؟ ما عدا الصاد مفخمة، فنقول صو وليس سو. ما في صدوركم أو صدوركم، أو الميم في صدوركم ميم ساكنة مظهرة، ليه مظهرة؟ على رأس الحاء، ليه مظهرة أيضا؟ ليس بعدها لا ميم مثلها ولا باء، الميم مثلها بتضغم والباء بتخفى، وبالتالي هنا نظهر الميم فلا ندغمها ولا نخفيها، فنقول صدوركم أو تبدوه، كل الكلمة مرققة، أو تبدوه، الباء ساكنة مقلقلة من حروف القلقلة الخمسة اللي هي القاف والطاء والباء والجيم والدال. إيه الخطأ؟ لا نقلقل الباء، فنقول تبدوه، تبدوه هذا خطأ، والصحيح أن نقلقل الباء فنقول تبدوه، تبدوه. الهاء نقف عليها بالسكون. أو تبدوه يعلمه الله، شوف يعلمه، الميم الساكنة في يعلمه ميم ساكنة على رأس الحاء مظهرة، بعدها هاء مظهرة، ليس بعدها ميم مثلها وليس بعدها باء، إذن هي مظهرة. يعلمه الله، لما نقف على الهاء في يعلمه وتبدوه والله اسم الجلالة الله، نقف عليها بالسكون. طيب اسم الجلالة الله سبق بضم، إذا لامه تفخم، فنقول يعلمه الله وليس يعلمه الله. طيب ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في السماوات، كل الكلمة كل هذا مرقق، وما كل مرقق، الأرض كل
ما سبق مرقق ما عدا الضاد وما عدا الراء لأنها سكنت بعد فتح. وبالتالي نقول ويعلم ما في السماوات وما في الآ، وبعدين راء مفخمة ضاد مفخمة. ليه الضاد مفخمة؟ لأنها من حروف اللي التفخيم السبع، خص ضاد الكظ. طيب ليه الراء؟ مع اننا لسه ما تكلمناش عليها، لان الراء سكنت بعد فتح. والله ليه اسم الجلاله لام اسم الجلاله الله مفخم؟ لان سبق بفتح هنا اللي هو الايه الواو. والله على على، شوف على بعديها اللام بعديها اللي هي الياء المقصوره الالف اللينه، لكن رسمت هكذا، رسمت الف صغيره فوق الياء، فنقول على على مد طبيعي حركتين. والله على كل شيء قدير. كل شيء، شيء تنوين بالكسر ماله مخفى، فنقول شيء قدير، وغنته هنا غنة مفخمة. القاف من حروف التفخيم السبع، خص ضاد قظ، قدير هكذا. ونقف عليها مد اللي هو العرض للسكون، 2 و4 و6 حركات. طيب الآية 30، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من، كل هذا مرقق ما عدا خير، بداية خير الخاء مفخمة، فنقول يوم، يوم تجد كل نفس، نانا وليس نا، يا وليس يا، يوم وليس يوم، هكذا. يوم تجد كل نفس ما، تنوين بالكسر ماله مدغم بغنة، كل وليس قل، ليه الكاف من حروف الترقيق ليس من حروف التفخيم. ما عملت من خير، النون في من خير النون مظهرة، هنعرف إن شاء الله اللقاء القادم عشان اللي بيسمعنا لأول مرة. طبعا اللي عارف اللي سمعنا قبل ذلك يعلم الأحكام، لكن معلش تستحملون للقاء القادم. من خير محضرة، تنوين بالكسر مدغم بغنة، محضرة الضاد من حروف التفخيم، مح وليس مح، مح هذا خطأ. الميم والحاء من حروف الترقيق، إيه حروف التفخيم سبعة، خص ضغط كظ. محضرة وقفنا عليها، بنقف عليها بألف عوض التنوين، وده من الأحكام الـ 14 اللي أخذناهم. فنذكر بعض الأحكام الـ 14 كده، الاستعاذة والبسملة حروف إخراج اللسان الثلاثة اللي هي الذال والثاء والظاء، والنون والميم المشددتين تتبعها غنة، والصفر المستدير سواء موجود على الألف أو الواو أو الياء لا ينطق لا أصلا ولا وقفا، والعلامة المد بعديها همزة نمد بأربع حركات، وأحكام الميم الساكنة ميم زائد ميم تدغم، ميم زائد باء تخفى، غير ذلك إظهار. القلقلة في الحروف الخمسة اللي هي قطب جد، والتاء المربوطة وقفا نقف عليها بالهاء، وحروف التفخيم سبعة خص ضغط قظ، وحكم لام اسم الجلالة الله إذا سبق بفتح أو ضم يفخم، إذا سبق بكسر يرقق، والتنوين بالفتح وقفا نقف عليه بألف عوض التنوين زي المثال اللي معنا الآن. والألف والواو والياء الصغيرة تمد بمقدار حركتين إذا كانت فوق الحرف، وإذا كانت بعد الهاء فإننا نصلها حال الوصل فقط، أما حال السكون نقف على الهاء. دي الأحكام الـ 14 اللي أخذناها وإحنا بنطبق الآن عليه. محضرة ده الحكم رقم كام؟ ده الحكم رقم 13، التنوين بالفتح نقف عليه بألف عوض التنوين، يبقى محضرة وبعيدة نقف عليها هكذا. طيب وما عملت من سوء تود، سوء وعلامة مد بعدها همزة تمد بمقدار أربع حركات. طيب من سوء، النون في من سوء النون مخفاة، تود لو أن بينها، النون مشددة غنة بمقدار حركتين، ميم مشددة غنة بمقدار حركتين،
أن، لا نقول أن أربع خمس ست حركات، ولا نقول أن هذا خطأ بدون غنة. بينها وبينه، كل الكلمات هذه مرققة، بينها وبينه أمدا بعيدا، كل هذا مرقق. إيه هي حروف التفخيم سبع؟ احفظها. أمدا لو وقفنا عليها مثل بعيدا، مثل محضرة، ألف عوض عن التنوين، مد طبيعي حركة. وبينه أمدا، انظر إلى بعد الهاء اللي وبينه في واو صغيرة. طيب واو صغيرة دي عرفنا ان احنا بنمدها حركتين، لكن تنتبه طالما عليه علامة مد هننظر الحرف الذي بعدها. الحرف الذي بعدها همزة بأشكالها التسع في القرآن، إذا نمده بمقدار أربع حركات. طيب ده اسمه إيه ومد إيه وتفصيلات المدود احنا لن نتكلم عليها الآن، خلينا بس نضبط القراءة وبعدين نتعرف على الكلام النظري. بينها وبينه أمدا بعيدة، تنوين بالفتح في أمدا مقلب إلى ميم ثم تخفى الميم عند ملاقاتها الباء، ده حكم الإقلاب مع نون السكينة والتنوين، هنعرف اللقاء القادم إن شاء الله. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الذال فيها إخراج لسان، قلنا الكلمة هذه مجازية. ويحذركم الله، الميم لام اسم الجلالة سبقت بضم فهي مفخمة، نفسه نقف على الهاء بالسكون. طيب انظر إلى الهاء ستجد بعدها واو صغيرة، دي اللي تكلمنا عليها آخر حكم من الأحكام بتاعت النهاردة اللي بنطبق عليه الـ 14 حكم، الواو الصغيرة الياء الصغيرة إذا كانت بعد الهاء تثبت حال الوصل، يبقى نفسه والله، يبقى نقول ويحذركم الله نفسه والله. إيه الخطأ؟ نفسه والله، نفسه والله، لا نثبت الواو الصغيرة المادية دي بعد الهاء، نقول نفسه والله، أكن في واو موجودة بعد الهاء مباشرة. طيب ليه ما مش وضعناها وكتبناها بعد الهاء وكتبناها واو عادية؟ لأنها بتسقط حال الوقف، فنقول نفسه نقف على الهاء بالسكون حال الوقف. ويحذركم الله نفسه، نفسه والله، والله طبعا لمس من الجلالة سبقت بفتح فهي مفخمة. رؤوف بالعباد، رؤوف بتنوين بالضم مقلب إلى ميم ثم تخفى الميم عند ملاقاتها للباء، حكم الإقلاب. بالعباد الباء الدال ساكنة، وطالما سكنت الدال تقلقل اللي هي من حروف التفخيم، من حروف الإقلاب اللي هي الخمسة اللي هي قاف الطاء والباء والجيم والدال. الآية الواحدة والثلاثون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم، قل القاف مفخمة، إن كنتم في إخفاء، وكنتم أيضا في إخفاء. كنتم تحبون، الميم في كنتم ميم مالها مظهرة، ليه مظهرة؟ ليس بعدها ميم مثلها وليس بعدها باء، عليها علامة سكون مظهرة قولا واحدا، النون عليها علامة سكون مظهرة قولا واحدا، أي حرف في القرآن عليه علامة سكون مظهر قولا واحدا. وكنتم تحبون الله، لام اسم الجلالة سبقت بنون مفتوحة إذا تفخم لامه، نقول تحبون الله وليس تحبون الله. فاتبعوني يحببكم الله وليس يحببكم، الباء الثانية في يحببكم باء ساكنة مقلقلة. يحببكم الله، يحببكم الله، أيضا لام اسم الجلالة الله سبقت بفتح بضم فهي مفخمة. ويغفر لكم ذنوبكم، تفتكروا لو تكلمنا على الراء إذا سكنت وكان بعدها لم تنتبه من إدغام الراء في اللام، هنا نقول ويغفر لكم، إيه الخطأ؟ ويغفر لكم، هذا خطأ. طيب الغين في ويغفر، غين طبعا مفخمة. ذنوبكم، لكم ذنوبكم ميم مظهرة، ذنوبكم والله ميم مظهرة، كنتم تحبون ميم مظهرة. ويغفر لكم ذنوبكم، الذال فيها كلمة فيها إيه؟ إخراج لسان، تنتبه لا نقول ذنوبكم، هذا خطأ. والله غفور رحيم، غفور را تنوين بالضم ماله مدغم بغير غنة، رحيم نقف عليها بالإيه بالسكون. طب لو رحيمة
التنوين بالفتح نقف عليها بألف عوض التنوين، نقول رحيمة. طب لرحيم نقف عليها بميم ساكنة نقول رحيم، وهنا غفور الرحيم برضو بالسكون. ليه بالسكون؟ لأن التنوين بالفتح تنوين بالضم والتنوين بالكسر يقف عليه على الحرف الأخير بالسكون، الحرف المنون. أما التنوين بالفتح نقف عليه بألف عوض عن التنوين. الآية 32: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل سبق أطيعوا، الطاء من حروف التفخيم لكن مكسورة أقل درجات التفخيم، فنقول أطيعوا وليس أطي أطي أطي، محاولة تفخيم مع دخول الشفتين في موضوع التفخيم ليس له أصل. طبعا في انخفاض للفك مع نطق الايه، مع نطق الحرف المكسور، لكن يعني الشفتين يعني ما بتلعبش دور في الموضوع، الفك هو اللي بينخفض. فنقول قل أطي أطي أطيعوا الله والرسول، اللام اسم الجلالة مفخم والرسول كل الكلمة مفخمة مرققة إلا الراء. فإن تولوا، ننتبه إلى اللام مشددة بالفتح وليس تولوا. طيب النون في فإن تولوا نون مخفاة، نقول فإن تا وليس فإن تا بالإظهار وليس فإت تا بالإدغام. فإن الله غن بمقدار حركتين، الله اسم جلالة لام مفخمة، لا يحب الكافرين، ونقول الكافرين وليس الكافرين، هذا خطأ. الانفتاح يكون بانفتاح الايه؟ بانفتاح للفم. الآية 33: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله غنى، الله اسم الجلالة لام مفخمة، إن الله اصطفى، نخرج من الهاء في اسم الجلالة الله على الصاد. طيب ايه همزة الوصل اللي في بداية اصطفى دي؟ ده همزة وصل في الافعال، سنعرفها قريبا بإذن الله. وهنا نبدأ بها ايه، نقول اصطفى، لكن عند الوصل تسقط، اما عند البداية نقول اصطفى. فحال الوصل نقول ان الله اصطفى. طبعا الصاد من حروف التفخيم والطاء من حروف التفخيم، فخلص الصاد والطاء من الفاء التي بعدها، فنقول ان الله اصطفى، إن الله اصطفى، هكذا. إن الله اصطفى آدم، الألف اللينة اللي في نهاية اصطفى عليها ألف صغيرة اللي هي المرسومة، يعني عليها ألف صغيرة وعليها علامة مد. وجدنا علامة مد، ننظر الحرف الذي بعدها، حرف الذي بعدها همزة، إذن تمد بمقدار أربع حركات، وده وجه من الأوجه الجائزة اللي قلنا عليه. يبقى نقول اصطفى آدم، آدم آدم ونوحا، تنوين بالفتح ماله مدغم بغنة. طيب لو وقفنا على نوحا نقول آدم ونوحا، ألف عوضا التنوين مد حركتين. وآل إبراهيم، إبراهيم الباء ساكنة مقلقلة، بعد إبراهيم الراء في إبراهيم في ألف صغيرة تمد بمقدار كام؟ حركتين. ده الحكم رقم كام؟ رقم 14. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، على العالمين نخرج من اللام على اللام القمرية المظهرة، فنقول على العالمين. يمكن ده يتفصل بعدين، بلاش نتكلم فيه الآن. عمران، الميم في عمران ميم ساكنة، في ألف صغيرة بعد الراء في عمران، ألف صغيرة هذه تمد بمقدار حركتين. على العالمين أيضا نفس الكلام، في العين، ألف صغيرة بعد العين في العالمين تمد بمقدار حركتين، لا نقول العالمين، لا العالمين، هكذا. الآية 34: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. طيب ذرية، ننتبه للذال أولا،
لا نقول ذرية هكذا، لا، ذرية بعضها تنوين بالفتح، ماله مدغم، استغفر الله، مقلب إلى ميم ثم تخفى الميم عند ملاقاتها للباء. هنا التنوين بالفتح على تاء مربوطة، نقول ذرية تن، خلينا احنا الآن مش هنوصلها، فعند الوقف نقف على التاء التاء المربوطة دي نقف عليها بالهاء وها ساكنة، فنقول ذرية هكذا. يبقى تحولت من تاء مربوطة منونة بالفتح إلى هاء ساكنة، نقول ذرية. طيب عند الوصل ذرية بعضها هكذا، الباء تنتبه ليها إذا كان بعدها العين وإذا كانت في بداية الكلام. قال الإمام: وباء برق باطل بهم بثي. ذرية بعضها، ضاد من حروف التفخيم ومضمومة، فنقول بعض هكذا. من بعض، النون في من نون مقلبة، وتنتبه للعين التي بعدها، نقول باع، بعدين الضاد ستسكن، هي منونة بالكسر لكن احنا نقف عليها بالسكون لوجود قيل اللي هو الوقف أولى، فلما بنقف عليها تعطيها صفة الاستطالة، صفة للضاد ملازمة لها، لا نقلقلها. بعض الناس تقول ذرية بعضها من بعض هكذا، لا، هذا خطأ. الصحيح من بعض، تشعر باستطالة اللسان على الأضراس هكذا، يعني لو اعتبرنا ده اللسان ودي الأضراس من هنا، تشعر باستطالة اللسان على الأضراس، بينام على الأضراس كده، من بعض هكذا. والله سميع عليم. بعض وتنوين بالكسر ماله مدغم بغنه، والله اللام في اسم الجلاله، الله لام مفخمه، سميع عليم. اذ تنوين بالضم في سميع على العين وعليم على الميم، التنوين بالضم ده مظهر، ده هنتعرف عليه اللقاء القادم ان شاء الله. والله سميع عليم، تنوين بالضم مظهر، عليم نقف عليها بالسكون عند الوقف. وبكرر تاني، لو عليما هنقف عليه سميعا عليما، سنقف عليه سميع عليما هكذا، أما التنوين بالكسر والتنوين بالضم نقف عليه على الحرف الأخير بالسكون. وأيضا في التنوين بالفتح بنقف عليه بالسكون اللي هو الألف المادية، عشان ما الناس ما تفكرش ان دي حركة، ليه؟ لا، هو الحروف المادية أصلها ليه؟ أصلها السكون. الآية 35: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ ذل إخراج لسان، قالت امرأة، القاف من حروف التفخيم، قالت امرأة، نخرج من التاء الساكنة لكسرة التقاء الساكنين على الميم الساكنة، وهمزة الوصل في امرأة همزة الوصل تسقط وصلا، ونبدأ بها إي، لو بدأنا بها امرأة، دي من الأسماء السبعة، امرؤ وامرأة واثنان واثنتان واسم وابن وابنة، نبدأ بها في القرآن إي، فنقول إذ قالت امرأة، كل هذا مرتبط بهمزة الوصل، ويمكن في فيديو خاص بهمزة الوصل أنا شرحت فيه همزة الوصل كاملة. إذ قالت امرأة، تنتبه للهمزة إذا كانت مفتوحة وكانت في وسط الكلام، امرأة، كل الكلمة مرققة إلا الراء طبعا مفتوحة مفخمة، عمران، نفس عمران الماضية، ربي إني، الباء مشددة بالكسر وليس هناك ياء مادية، فنقول ربي إني وليس ربي إني، إني النون مشددة بالكسر وقلنا بمقدار حركتين، نذرت النون والذال من حروف الترقيق، فنقول نذا وليس نظا، ولا نقول نذرت يعني نطقها زاي، لا، هذه ذال. نذرت لك ما في بطني، الطاء من حروف التفخيم، حروف التفخيم أيضا ومن حروف القلقلة لأنها ساكنة الآن، ما في بطني وليس بطني، هذا خطأ.
ما في بطني محررة، محررة تنوين بالفتح النقفة، يبقى ألف عوض عن الإيه؟ عن التنوين. فتقبل مني غنة بمقدار حركة مني إنك، هنمد بأربع مقدار أربع حركات، علامة مد بعديها إيه؟ همزة. إنك غنة، أنت في إخفاء، نقول أنت وليس أنت بالإظهار، السميع العليم، يعني ما فيهاش كلام كثير. الآية السادسة والثلاثون الأخيرة. فلما غن وضعتها، وضعتها تنتبه للتاء ساكنة. قالت القاف والضاد في وضعتها من حروف التفخيم، قالت وليس كالت، وضعتها وليس ودعتها، ودع هذا خطأ. قالت ربي إني، نفس الكلام في ربي إني السابق، وضعتها أنثى، وضعتها الألف في بعد الهاء تمد بمقدار أربع حركات، وأنثى في ألف صغيرة على الياء اللي هي الإيه؟ الألف المقصورة، تمد بمقدار حركتين، فنقول أنثى ثا ثا هكذا، ثا من حروف إخراج اللسان. والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، للذكر والأنثى الثاء والذال، وإني غنى بمقدار حركتين، سميتها غنى بمقدار حركتين مريم، نقول مريم وليس مريم، مر هذا خطأ، راء من حروف التفخيم إذا سكنت بعد فتح. وإني أعيذها، غنى الأول في النون وبعدها ياء مدية أربع حركات، أعيذها الذال إخراج لسان، بك وذريتها نفس الكلام على الذال، وذريتها من الشيطان الرجيم. ننتبه للطاء، إذا كانت مفتوحة لنخرج معها يعني هواء، فنقول الشيطان، هذا خطأ، من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم هكذا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكن وفيكم وجميع السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله جل وعلا أن يمتعكم جميعا بالصحة والعافية، وأن يغفر لي ولكم، وأن يرزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في كل من حفظ ونشر وراجع وشاهد هذا الفيديو، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم في جنة الفردوس عند مليك مقتدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.